بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا أعنا على طاعتك وانصرنا على أعدائك يا كريم يا عظيم يا جبار يا قهار. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقلنا الكتاب المقصود هو التوراة كما نزلت على سيدنا موسى، كليم المولى سيدنا موسى عليه السلام، وهو ربي على عين المولى التي لا تخفى خافية، كما ربي أخوانه من أولهم من آخرهم، سواء كان أبينا آدم عليه السلام أو إدريس عليه السلام أو نوح أو غير أي واحد من الأنبياء، ربوا أحسن تربية بعناية الرحمن. يقول ربي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أبعد عن الكتاب لن تجد كتاب. إذا كان ثم كتاب هو فيه المصداقية وفيه سلامة باتباعه واليقين فيما ورد فيه هو القرآن. هذاك ربي قال لن يمسه شيطان ولن يغيره إنسان أو جان، وبرا حاولوا حاله بالدرقة باش يغيروا حركة أو يغيروا حرف أو غير لفظ أو غير آية، ما استطاعوا ولن يستطيعوا. واللي تو يمكر بالعربية إنسان تحت قبضة الشيطان، وهو في تيان وهو في هذيان، يسخر روحه مش يقتل العربية، بيد أن العلاقة العضوية بين العربية والقرآن يعلمها الرحمن قبل أن نعلمها نحن. أم هم الجاهلون الذين ودعنا العلم الصحيح فهم أجل خلق الله وما يعرفوش يميزوا كوحهم من بوحهم. نسأل الله السلامة.